عنده الشركه نتاع المحروقات ياك. مزيان. تبين لدى مجلس المنافسه بان الشركه نتاع المحروقات تسعود نتاع الشركات اخلوا بالمنافسه. ما معنى اخلوا بالمنافسه؟ يعني داروا التواطؤ، يعني اتفقوا بيناتهم صافي. علاش؟ باش المواطن يبقى يشري المازوت والليسانس بداك الثمن اللي بغاو هما كاملين اتفقوا عليه. هادو تسعة الشركات ياك. مزيان. المواطن كيشري كيشري كيشري. ناض مجلس المنافسة قال لك سيدي بلاتي نديروا الحساب. دار الحساب لقى بأن هذه يعني هذا خرق خطير جدا. واه خرق خطير. مزيان. قال سيدي كاينه غرامه. مزيان. دار الغرامه ما يسمى بالبروسي. ومن بعد سيدي باش يتسمى يسهلوا العمليه ديال الحصول على الفلوس بلا داكشي ديال المسطره وكذا 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 يتقال غراو نجيو نتفاهموا على فتفاهموا على 200 مليار غرامه قدرها 200 مليار سنتيم ياك. شحال 200 مليار سنتيم؟ جوج د المليون ها الله يمعرفت. المهم مليار 200 مليار 200 مليار سنتيم. انا كنتلف داك السم اللي كنمشي للمليار للدرهم 20. المهم 200 مليون دولار 200 مليون دولار 200 مليون دولار نتاع الغرامه على تسعه الشركات. 200 مليون دولار 200 مليون دولار واخا ايوا. ها هي دابا 200 مليون دولار فين غتمشي؟ غتمشي للخزينه. مزيان. مشي للخزينه. مزيان. ايوا. والمغاربه وهاد الناس هادو راه ضربوا الجيب للمغاربه. هادو راه شفاره هادو ولا لا؟ انا شرحوا لي انا دابا. انا شوف انا ما كنفهمش هذا الشيء. انا غير شرحوا لي هادو شكون سرقوا؟ من سرقوا هاد الشركات هادي؟ من سرقت؟ انا 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 شوف انا ما معلم ما دكتور ما طناز. انا واحد المواطن عادي في الجبل عندي واحد الموبيله كنمشي ندير لا نافيت باش نمشي نخدم على راسي. نخدم جورني كنخدم بناء كنخدم ب 50 درهم في النهار غادي بالموبيله هكذا يوميا كنمشي ونجي كنعمر المازوت من البومبا نتاع رئيس الحكومه لان هي اللي كاينه تما. واحد النهار قالوا لي راه كاينه واحد البومبه واحده اخرى. قلت راه نمشي البومبه الاخرى. لقيته البومبه ديال رئيس الحكومه مع البومبه الاخرى متفقين ومتواطئين على سرقتي جايبي انا اللي خدام 50 درهم في النهار. دابا قولوا لنا واش كاين شي بروسيدور اللي دار باش نردوا الاعتبار لهذا الشعب لهذا المواطن؟ هذا المواطن هذا راه ما يمكنش بهذه الطريقه هذه يا صاحبي بهذا العبث هذا. ثم واش كاين شي حاجه سميتها الحق العام ولا ما كاينش؟ انا كنعرف واحد السيد شفر واخا ردهم دوك الفلوس كاع ردهم. كاين شي حاجه سميتها الحق العام ولا لا؟ ما كاينش الحق العام على هاد الشركات؟ شرحوا لنا شرحوا لنا دابا. انا كنقول لكم شرحوا لنا. خرجوا هضروا معنا هضروا مع المغاربه. المغاربه جابوا عام ولا عامين ولا ثلاث سنين الاثمن البترول كيهبط في السوق. كنسمعوا النفط نزل النفط نزل النفط نزل وحنا الثمن هو هو 13 درهم 14 درهم 13 درهم 14 درهم 14 درهم 15 درهم 14 درهم. كيفاش؟ الله اكبر على الحق. عندكم الزهر يتسمى غادي نسكت شويه غنبرد شويه مع الصوت ديال الاذان.
الله اكبر على الحق، الله اكبر على 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 قولة الحق ماشي الحق. حنا كنقولوا الله اكبر على الحق. واحد النهار ولدي كان صغير كيقرا في التحضيري، التحضيري ولا الثاني، قال لي با هذيك الله اكبر على الحق ماشي شي حاجه خايبه؟ قلت له علاش؟ قال لي الله هو الحق. كيفاش الله اكبر على الحق؟ يعني الله هو الحق، وكيفاش الله اكبر على نفسه؟ درت فيها كان عندي واحد الولد كان شكال، قلت والله الا عندك الحق تسمي هذه الكلمه هذيك في كاع شكل. عاد من بعد ملي سولت هي الله اكبر على قولة الحق، وشكون كيقولها؟ كيقولوها الكذابه ابن عمي هذه. عندك وتمشي وديروا شي بيعه وشريه مع العصر ولا مع الظهر ولا مع المغرب، عندك وديروا شي بيعه وشريه مع شي سمسار، ملي راه كيديروا لك بالعاني كيخليك حتى يقرب العصر، باش ملي كيهضر معاك يقول لك الله اكبر على الحق. انت شوف اسمع، الله اكبر على قولة الحق، ضربك هنا. المنافقين، شتي هذوك اللي كيديروا دوك الادعيه في التليفون كتصوني عليه كتسمع يا طيبه يا طيبه، هذوك هذاك النوع. والله اخوتي شوف ما نكونش اطلاقي، ولكن 99% من هذوك اللي كيديروا الادعيه كيكونوا سمسارة بيا عشرة. تسعين في المئة الخطر يا ربك يقطبك. نرجعوا عند أب موروكو، شكرا أب موروكو تحياتي لك. أنا صدقت شوف آسيلة ربح دي زيد، سير ربح دي زيد، أنا جايك لواحد الموضوع مهم ابن عمي. عندك واحد الخطة دير التجسس ديرها المغرب على الجزائر، خليك معايا تتفرج. قالك سعيد برصا واخيرا تهلا سعيد، تهلا تهلا تهلا، ما جبدتكش اليوم ما عليش تا شي نهار اخر بصح داك الشدع او ما يمكنش كتحط لافوكا ولا لا والقول حط لافوكا صاحبي. شكون غيفقص دابا حكيم ليبرطا؟ شكون غيفقص حكيم ليبرطا دابا؟ حكيم ليبرطا شكون غيفقص؟ الهدنه واش معايا انا؟ لا انا معايا غير ما تهدنش اخي سعيد الدنياني، والله العظيم ما تقصرش سعيد ديالنا، والله العظيم شاك سومينو يوفر هادشي غعمود بزاف سعيد زكومي راه غير 5 سنين مش تغعمود مش تقول نبوش على الروينه المشاكل خاويض كلشي كلشي جار بخير سعيد والله ياك سومينو يوفر ما غتدي منه لا حق لا باطل غير خذ راحتك. ما علينا ما علينا، المهم في اطار الضحك انا بحدي زيد خليك خليك هو سعيد برصا مشى انت خليك معايا انت غنقطبك شويه خليك. ايوا زيد السي رئيس الحكومه، زعما السيد رئيس الحكومه ما كتشوفوش بان هذا الشيء يعني فيه اضرار بالبلاد وبالصوره نتاع البلاد وبالصوره نتاعكم كرئيس حكومه؟ السيد رئيس الحكومه الشركه نتاعكم تمارس في السطو على جنوب المغاربه، هاك اخلاقيين دابا اخلاقيين السيد رئيس الحكومه؟ وسمح لي كنجرى عليك السيد رئيس الحكومه، ولكن انا كنتكلم باسم واحد الناس كنت كنعملهم الموبيلات. الا ترون بان هذا الخط هذا 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 تسميها ما تشاء خطا في التقدير ولا كذا، وغنمشي معاك انا الابسط نقول سيدي خطا في الحساب، عندكم دوك المحاسبين ما كيعرفوش يحسبوا. الا ترون بانه اضرار اضرار بصورتكم كرئيس للحكومه وانتم صاحب شركه وصاحب كذا كذا، وهذه الشركه ساهمت في السطو على جيوب المغاربه في تواطؤ مع 80 تاع الشركات الاخرى؟ درج درج عاد مفهوم. رئيس الحكومه عنده واحد الشركه معها 80 الشركات وحدين اخرين داروا جريمه في حق الجيب نتاع المواطن المغربي، واش هذا الشيء ما كيضرش بالصوره نتاع رئيس الحكومه؟ واش هذا الشيء زعما ما فيهش حشومه اخلاقيا؟ دابا خلي نساو القانون ونساو نساو الاجراءات القانونيه، هذه واحد. جوج، الا تعتبرون هذا تهديدا للسلم الاجتماعي حين تمارسون 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين تاع التواطؤ على الجيب نتاع المواطن المغربي؟ الا تعتبرون هذا تهديدا للسلم الاجتماعي؟ هذاك السلم الاجتماعي اللي نحن خايفين عليه اكثر منكم. دابا سعيد برنوس ولا خايف على السلم الاجتماعي في البلاد وعلى الاستقرار نتاع البلاد اكثر منك رئيس الحكومه، ويفترض انت اللي تخاف ماشي انا، انا في حمايتك. يفترض المواطن خصو يكون في حمايه هاد الناس المسؤولين الكبار، هما اللي يديروا المجهود ديالهم كامل باش يبقى السلم الاجتماعي قائم،
والامن والاستقرار نتاع المجتمع ونتاع الشعب قائم. اخنو شبع افريقيا هادي عامين ما بقتش نتاعو، واخا ورئيس حكومه لمن باعها لولده ولا بنته. واخا سيدي واخا هو رئيس حكومه، كاين 9 شركات في البلاد كتهدد السلم الاجتماعي، صافي ماشي ديالو سيدي افريقيا ماشي ديالو. يلا زيد ماشي ديالو، هو رئيس حكومه. بالمناسبه الاخوان تاع العداله والتنميه غادي يعجبهم الحال. لا ابن عمي، كبيركم هو المسؤول الاكبر على هذه الجريمه اللي وقع الان. كبيركم بن كيران هو المسؤول الاكبر، عاد كيجي المسؤول الحالي اللي هو اخنوش، بجوج بهم على نفس المستوى من الخطيئه في حق المغرب والمغاربه. بن كيران هو اللي وصلنا لهذا المواصل هذه، باش ما يجيش شي واحد يبقى يصفق دابا ويقول بن كيران وكذا. لا 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 بتفوتوهاش عليا بن كيران، ولكن الامانه بن كيران ساعد برنوس عطاه العصير فيما مضى في الحكومه تاع العثماني، عطينا العداله والتنميه، عطينا لسعد الدين العثماني، دابا غادي نعطيو لاخنوش في اطار توازن الطمس، الطمس القاسح ماشي. اذا بن عمي بنت عمي، رسالتي الى هاد المسؤولين وعلى راسهم رئيس الحكومه، ملي يكون مواطن بسيط وعادي خايف على هاد البلاد اكثر منكم، هذه ادانه لكم. ملي يكون واحد المواطن بسيط ذكي اكثر منكم، هذه ادانه لكم، لانه من العيب والعار موظف بسيط عامل مياوم يمشي يتحمل المسؤوليه ديال التواطؤ نتاع 9 نتاع الاخطبوطات من جيبه الخاص، عيب شيمونيو. شحال باغيين تربحوا؟ شحال اش غديروا بهذه الفلوس كاع؟ اش غديروا بهذه الفلوس؟ الله يرحم ليكم الوالدين. دابا حنا ما نهضروش الشعبويه نتاع والو، ها الشعبويه نتاع والو ديال دوك الناس اللي كيلعبوا الضبا في القهوه ديال حلي بيتشو. شي القهوه ديال حلي بيتشو فيها السبيسيه ودوك الدراري اللي يقول لك المهدي المنتظر والقدافي مازال حي والصهيوماسور وتشيلديا، هادوك حلي بيتشو. ها العار دابا دوك الفلوس الله يرحم الوالدين، دابا انت كنتي كتربح مليار في الشهر، وليتي كتربح 8 مليون، كتحسبها انت خساره؟ وباص اخوتي والله الا باص، ما تشبعوش. اش غديروا دوك الفلوس كاع؟ انا نهضر معاك دابا بالهضره تاع الوالده، الله يطول في العمر ويرزقها الصحه والسلامه. الوالده كتقول لك في التالي غديو شبر، اش غديروا بداك الفلوس كاع؟ ها انت ربحتي مليار ولا ربحتي مليار و100 مليون، وانت شايف بان واحد البوبري بالموبيله بنته قالت له با جيب لي جوب باش نمشي للمدرسه، ولده قال له با جيب لي محفظه مسجده باش نمشي عند صحابي، وما قادرش وغيخلصها زياده في المازوت، وانت بقى فيك الحال لانك خسرتي 100 مليون ولا 200 مليون من اصل 900 مليار ديال راس المال تاعك. انا تخجلوا. المهم هضرت معكم بجميع اللغات، هذا الموضوع نسدوه.